بجد تعبت، انا بحاول بقالي كتير ومفيش فايدة. لو بتكسر شاشة موبايلك كتير يبقى الموبايل ده هينفعك. ده الاونر X9A، موبايل فئة متوسطة بشاشة متينة جدا. الموبايل دلوقتي موجود رسميا في السوق المصري، والعجيب ان شاشة الموبايل ده كيرف ومكبوبة على الاطراف، وده اللي بيخليها يعني عرضة للكسر بشكل اكبر. فكون انها متينة جدا كده ده شيء مبهر، ولكن ده مش معناه انها ضد الكسر، هي مقاومة للكسر. مواصفات الشاشة دي كمان كويسة جدا، 6.7 انش بريزوليوشن فول اتش دي بلس، شاشة اموليد بتدعم مليار لون وبتوصل لتردد 120 هرتز. الجهاز بيجي بمعالج فئة متوسطة سناب دراجون 695 مع 8 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت. اعمل لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكش الجديد في عالم الموبايلات.